اهلا وسهلا مشاهدينا، رجعنا لكم من جديد بهي التغطية المباشرة اليوم وبهي اللحظات. لقائنا كتير مميز، كلنا تابعنا بداية الافتتاح المهرجان، مهرجان الفجيرة للفنون الدولي بدولته الثانية، ولاحظنا حجم الإبداع الكبير من خلال حفل الافتتاح. مين كان وراء هذا الإبداع يا وائل؟ أكيد بلا شك نجح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون بإطلاق نسخته الثانية بأبريت يحمل عنوان الفجيرة تجمعنا. كان وراء هذا الإبداع الممثل والمخرج المبدع دائما وراء كل تألق الأستاذ ماهر صليبي، وراح يكون متواجد معنا في طبعا هذا اللقاء المميز، نتحدث أكثر عن هذه الجهود المبذولة على أرض مسرح كورنيش الفجيرة من المهرجان. يسعد مساك أستاذ ماهر. يسعد أوقاتكم. خليني أقول هيك كلمة استخدمتها ببداية الافتتاح ضمن السيناريو، يسعد أوقاتكم وبالمحبة منلتقي إن شاء الله. حقيقة يعني نحن إذا ما كان في هذا الحب ما بنقدر نحن نقدم دائما الشيء المتطور والشيء الجديد. أكيد بلا شك. يعني بما أننا نحن نتكلم اليوم عن هذا النجاح الكبير اللي لقى المهرجان بكثير من الجهود التي قمت أنت، يعني كنت من أحد الليدر مال هذا الأوبريت، وكان في كثير من الأشخاص المتواجدين على هذا العمل الرائع جدا، بأن الأوبريت اليوم يحمل عنوان الفجيرة تجمعنا. أيام قليلة كانت لديك بأن اليوم تنجز مثل هذا الإنجاز الرائع وتقدم مثل هذا الأوبريت يحمل رسالة هادفة بهذا المهرجان، ولاقى نجاح جدا كبير. كان هناك حضور كبير مثل ما ذكرت، كان يمكن حوالي 2000 شخص حاضر الافتتاح بحضور الشيوخ الله يحفظهم. فحدثنا يعني عن هذا الإبداع وسر التميز اليوم والتألق من خلال عملك للأوبريت، وأهم شيء أنا كنت يعني أثني على جهودك إن ما كان عندك وقت وايد بأنك تنجز الإنجاز الكبير، فيعطيك العافية أول شيء. الله يعافيك يا رب، شكرا كثير. الحقيقة بالنسبة للوقت كان ضيق شوي، يعني عادة أنا أول مرة بعمل افتتاح كبير وضخم بهذا الحجم بوقت قصير جدا. طبعا هو بعد الاجتماعات اللي تمت مع فريق العمل مع اللجنة العليا لهذا المهرجان وبدعم من سمو الشيخ راشد بن حمد الشرقي، وجهود كبيرة مبذولة من سعادة محمد سعيد ضنحاني ومحمد سيف الأفخم. الحقيقة استطعنا بهي الفترة نقدر نعمل حفل عن جد مدهش. طبعا هي الفكرة كانت أنه نحن هذا العام بدنا نشتغل على نعمل افتتاح وطني، وطني بكل معنى الكلمة، ولكن وطني الإنسانية هي الخيمة الأساسية لهذا الافتتاح. وضعنا بعض الأفكار يعني وأخذت هاي الأفكار أنا وبدأت هيك يعني أدرسها بسرعة لحتى نقدر نحن نقدم عمل ما نعمل عمل يكون أقل من الدورات السابقة يلي أنا كنت أعملها في هذا المكان، في هذا المكان اللي أنا حقيقة في عشق بيني وبين الفجيرة من عام 2007. أنا بحب هذا المكان وبحب هواء، بحب شجره، بحب في هيك علاقة، خليني أقول لك علاقة سرية بيني وبين الفجيرة بأول دورة عملتها بال2007 إلى الآن 2018. في هذه العلاقة يلي دائما بحس إنه بتمنى من كل قلبي تتكرر، لأنه بتعمل لي محفز على إني هيك أقدم شيء مختلف وجديد. رحنا يعني أخذنا هاي الأفكار الوطنية وحبيت أنا الحقيقة أقدمها بقالب عالمي، يعني ما تكون أفكار ضمن يعني خلينا نقول الوطن العربي، أو ليش نحن ما نأخذ هاي الأفكار الإنسانية الوطنية نحن ونروح إلى العالمية فيها من خلال الموسيقى، من خلال الفرقة يلي قدمت الرقصات التعبيرية لهذا المكان، من خلال الشاشة الكبيرة، ومن خلال المواد الفوتومونتاج أو الرسم الجرافيكي يلي حقيقة هو هذا بياخذ وقت كبير جدا، لأنه هو كتير بيعتمد على الأرت، بيعتمد على الفن، لأنه أنت تمام أنت تقدري تعبري عن لوحة
من خلال شعر ومن خلال موسيقى، وبعدين تعملي له هذا الرسم بالعلاقة مع الفرقة ما بين الشاشة والفرقة، هذا بياخذ وقت كتير كبير. يعني استطعنا نحن بهذا الوقت أنه نعبر عن 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 هي الأفكار، أنا برأيي بعالمية هي حصلت. هي من جهة. من جهة تانية كنت حريص جدا بهذا الافتتاح أن أقدم، يعني خلينا نقول الأكابرية في تناول المواضيع، أن يكون كلاس هذا الافتتاح مدروس تماما. أنا بالنسبة لي وقت بعمل هكذا نوع من الافتتاحات ممنوع الغلط عندي، يعني بالنسبة لكل الفريق اللي بيشتغل. عرفنا إنه ما نمت فترات طويلة قبل الافتتاح لتكون يعني مسيطر أو متأكد إنه ولا ممكن يصير في أي غلط، وهذا الشيء الحمد لله شفناه بالحفل. لأنه يعني هكذا نوع من الحفل عن جد إذا بده يصير بهي الطريقة كان بده من 3 إلى 4 شهور بين تحضيرات وبروفات إلى أن نصل إلى هذه النتيجة. بس يعني نحن كان معنا أقل من شهر في هذا الافتتاح تماماً. فبس أنا قدرت يعني كون الوقت ضيق كتير، اضطريت أنا أشتغل على أكثر من خط بآن معاً مثل ما بيقولوا. يعني بدل ما أشتغل أنا مثلاً مع شركة أو تنتين كان عندي 4، يعني كان كل الأشياء أضعف أضعاف أضعاف لحتى نقدر، وتوزع العمل على كل الجهات، وأنا كنت عم تابع من هون لهون لهون. يعني كنا نشتغل 20 ساعة من أصل 24 ساعة باليوم حقيقة. يعني الله يعطيك ألف عافية ويعطي العافية لكل اللي المجهود المشترك للجميع لإنجاح وإظهار حفل الافتتاح بهي الطريقة الرائعة والحلوة اللي طلع فيها. يعطيكم ألف عافية، وهذا الشيء أكيد مو غريب عليك. وبهالمناسبة هي يعني اسمحي لي كمان وجه تحية إلى الفريق كاملا حقيقة، يعني التحية من القلب مثل ما بيقولوا بمنتهى الحب. بقدم لهم تحية لأنهم قدروا هيك معي، يعني يحطوا إيدهم بإيدي لنقدر نحصل على هذا النجاح. أكيد يعطيكم الله. هلأ بدنا نفوت شوي بتفاصيل العمل. تم اختيار مثل ما حكيت رؤية عالمية حبيت أنت تظهرها بطريقة العرض الافتتاح، وأيضا أدخلت التراث الإماراتي بشكل جميل وانسيابي، وما حسينا ابدا انه في تفاوت ما بين التراث وما بين الحداثه. في هارموني كثير جميله بين، او توليفه خليني اقول كثير رائعه بها. كيف قدرت تحقق هاي التوليفه على الهواء بدون ما نحس ابدا انه في تفاوت؟ الحقيقة يعني بالنسبة لنا يعني كان في اجتماعات طويلة مع الموسيقي الأستاذ وليد الهشيم، اللي حقيقة كمان قدر يعني بهاي الفترة الزمنية يحقق موسيقى مهمة جدا ومهمة للغاية. كان أنا عندي مستويين، المستوى الأول هو الهوية الموسيقية، والمستوى الثاني هو الهوية البصرية على المسرح. اتفقت أنا والأستاذ وليد بأنه بداية نحن نبدأ من أول لحظة في الافتتاح أن ندخل إلى التراث الإماراتي بالموسيقى، وننتقل من التراث الإماراتي إلى الموسيقى العالمية الأوركسترالية كما يقولون. هذا على مستوى، هذا تحقق من أول لحظة إلى نهاية العمل. صحيح. عندما انتهينا بقصيدة الشيخ راشد حلم زايد. طبعا يعني هذا الشيء تجسد باللوحة الأولى بشكل كبير. تمام. جينا على الهوية البصرية وحققناها من خلال الشاشة، كيف كانت الإمارات وكيف شوي شوي حتى على مستوى الشيء اللوني الشيء البصري، يعني بدأنا بالأسود والأبيض ومن ثم بدأت تتلون الصورة شوي شوي ومن ثم تلونت إلى كامل الشاشة. يعني فهي القصة بالاتفاق تماما كان مع الأستاذ وليد، وبما أنه السينوغرافيا إلي يعني قدرت يعني حقق هي الهوية البصرية أنه ننتقل من التراث إلى العالمية. صحيح، إلى الحضارة. وطريقة يعني طريقة العرض كانت جدا جميلة، مثل ما قلت دائما الله يجمعنا على الحب. المحبة كانت ما بين أفراد الفريق، العمل كله كانت واضحة. يعني دائما الطاقة الإيجابية نحن نشعر فيها من خلال الأشخاص اللي فعليا بيكونوا عندهم هذه المحبة وعندهم هذه الطاقة.
إنزين اليوم بدورك أيضا أستاذ ماهر كمخرج أكيد لك رؤية إخراجية مختلفة بوجود كثير من المخرجين داخل دولة الإمارات، لكن هذه الرؤية الإخراجية أكيد لك أنت أسس وخلينا نقول قواعد تستند عليها بتحقيق هذه الرؤية وأيضا باتباعها سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها. خلينا نتعرف على هذه الأسس والقواعد مهما يعني كان هناك في ضوابط ومهما كان هناك في أمور تحد من إن اليوم ناخذ نحن خيال واسع في الأعمال الفنية. تسلمي. هلأ الحقيقة هذا النوع من خليني أقول من الإخراج هو شوي بيختلف عن الإخراج المسرحي أكيد. والتلفزيوني والسينمائي لأنه الحقيقة هو شامل، هو في كل الفنون المجتمعة في مكان واحد على خشبة المسرح ومن ثم الشاشة. يعني الإلمام في عناصر العرض الافتتاحي الكبير بدها كتير تأني وبدها كتير دراسة. هلأ بجوز أنا حقيقة هذا ساعدني لأنه أنا بالأساس يعني خريج مسرح وعملت كتير إخراج مسرحيات وعملت إخراج 3 أفلام سينمائية وعمل إخراج مسلسلين، يعني بمعنى الإخراج التلفزيوني والسينمائي والمسرحي مجموعين مع بعض يعني قدرت أعمل هاي التوليفة اللي بتحقق نجاح افتتاح. أنا أهم شيء بالنسبة لي حقيقة بالافتتاحات هو الإيقاع، كتير يعني بيهمني الإيقاع. هلأ أنا بشوف الإيقاع هو مهم كتير يعني لأي مخرج كان بالسينما ولا بالتلفزيون ولا بالمسرح، بإخراج افتتاح كبير مثل الفجيرة تجمعنا مثلا أو حتى الافتتاحات اللي عملتها قبل أو حتى الافتتاحات اللي عملتها بدمشق لمهرجان السينما أو حلب عاصمة ثقافة إسلامية، كلها كانت افتتاحات ضخمة جدا. هاي العناصر اللي بتكون الافتتاح الكبير أنا يبدو أنه المامة بإيدي ماسكه، غير أنه أنا شوي يعني عامل دورات موسيقى عامل دورات رسم، فالرؤية البصرية كاملة يعني بقدر بتدخل فيها كاملة. يعني أنا مثلا من المخرجين يعني ما بتزبط معي مثلا إلا للموسيقى مثلا أنه هاي الموسيقى أعطيني إياها، لا بدي أسمع وطبق وادخل بالتفاصيل ونوقف عند سكتة ونوقف عند جملة موسيقية وهكذا مع بده يصمم الديكور، لأنه يعني بجيب مصمم ديكور بس سنة أنا صممت هذا الديكور، ندخل بكل هاي التفاصيل مع مصمم الإضاءة مع كل هاي العناصر اللي هي لازم تكون متكاملة. هلأ بدي ألفت نظركم لشغله إنه الفريق اللي بيشتغل معي كل حدا بيشتغل على شغله. هلا هو حقيقة ما كتير عارفان شو عم بصير، يعني مثلا الفرقة عم يشتغلوا على الرقصات أنا بروح بتابع معهم، بتابع رقصة ومنعدل ومنقيم ومنحط وكذا، بيجي مع مصمم الأزياء بنشتغل على الأزياء بيعمل لي التصاميم، بعد ما يعمل التصاميم كاملة بنتفق على هاي التصاميم بقول له روح نفذ. لا فعلا بتابع كل هاي القصص. هلا كل مين على حدا عم يشتغل انزين كل الفريق اللي بيشتغل معي بيتفاجئ بالعرض، انجمعوا لأول مرة تمام، لأنه يعني أفكار. يعني حقيقة أنا بكون شايف العرض، هني مو شايفينه كله، كل واحد شايف الخط تبعه، هاي الخطوط كلها أنا بجمع مع بعضها يلي بكون مثلا في لون أصفر وأحمر وأخضر وأزرق وأسود ورمادي، كل واحد عم يشتغل على لون، هاي الألوان أنا بعدين بجمعها مع بعضها وبحاول أعمل منها لوحة فنية يعني تسعد العالم وتبسطهم، ولازم يكون في عنصر الإدهاش ولازم يكون في إيقاع قوي كتير ولازم يكون في دائما شيء جديد شيء متجدد. أنا الحقيقة كل ما بعمل افتتاح بكون سعيد جدا بنجاحه، بس بنفس الوقت وعن جد وعم بحكي من قلبي بقول إذا جاني افتتاح قادم أنا شو بدي أعمل، شو ممكن أعمل. تابع دائما ما يحدث في العالم لحتى أكون يعني صح. من الأفكار. من المخرجين اللي دائما بيحاولوا يطوروا حالهم، يعني ما وقف مثلا خليني دائما هذا قلق كل فنان لما بيقدم الشيء الأجمل والأفضل بيبقى خايف من الخطوة اللي بعدها، يا ترى أنا كيف ممكن أقدم أفضل من اللي أنا قدمته وحافظ على هذا المستوى، وهذا الشيء اللي أنت عم تحكي عنه أستاذ ماهر. وطبعا
أنت يعرف عنك التجدد والتطور ومتابعة كل ما هو حديث في العالم ككل. تماماً، يعني أنت حكيتي ووفيتي تماماً. صحيح، يعني خلينا نقول هو في مجال الفن نحن دائماً لازم يكون بعد أبديت أو تكون في تجدد، كون كثير من الأفكار التي تطرح. أجمل شيء أنك قاعد تتكلم عالمياً، يعني أنا يمكن أشوف أغلب المخرجين أو الفنانين يتكلم على مستوى عربي. نحن اليوم كثير من الأفكار التي قد لا تتشابه مع خلينا نقول نحن ما بين الشرق والغرب، لكن ممكن تكون قد تكون متناقلة أو متبادلة ما بين الجزئيتين، أو أن نحن مثل ما قلت نأخذ هذه الأفكار ونجمعها ونطرح إبداع جديد مثل ما كان إبداعك في الفجيرة تجمعنا. يعني نحن تكلمنا عن الرؤية الإخراجية والأمور والقواعد اللي بتستند عليها في هذا العمل الإخراجي. أكيد بلا شك تعرضت لنقاط صعبة، لنقاط ممكن خلينا نقول يعني هي في نقاط تثير الحماس في الاستمرارية في هذا العمل، ونقاط قد تجعلك ممكن بعض الشيء تتراجع أو تستوقف. فشو هي هذه النقاط اللي ممكن تعرضت لها، أم كان العمل ساير وانت تحديت كل هذه الصعاب؟ لا الحقيقة شوفي، هلأ كل عمل لابد من بعض المنغصات، لابد من بعض المشاكل، لابد. بس أنا وقت خلص يعني بقول فايت أنا بهذا العمل، أنا بالنسبة لي كل مشكلة لها حل. يعني دائماً دائماً هناك مشاكل وبحاول دائماً حلها. بصير خلافات بين الفريق، بصير بعض المشاكل. صح. أنا لازم أكون صمام الأمان لهذا العمل لحتى نوصل للشط بأمان. يعني أنا دائماً بعتبر أنه نحن بمركب بقلب البحر ضمن عاصفة، ولازم نوصل على الشط. يعني اللي هو يعني بالنسبة لي الشط هو بداية يوم الافتتاح. فنحن طالما موجودين كلنا بهذا المركب، يجب على المركب ألا يغرق، ويجب على المركب ألا حتى تفتح فيه فجوة بسيطة لحتى نقدر نوصل للشط. يعني بصير معوقات. الحقيقة السنة ما في معوقات كبيرة إنه تذكر خلت هيك الأمور تتراجع، أو لأنه بالأساس يعني الاجتماعات اللي عملتها مع الفريق كاملا كان في اتفاق إنه إحنا يا جماعة ما عنا وقت على الإطلاق بإنه نناقش أي شيء أو نعمل مشاكل أو الوقت ضيق كتير، بدنا نتساعد مع بعض، نحط إيدينا مع بعض لحتى نوصل لشط الأمان. والحقيقة ما كانت المشاكل كبيرة، كان مشاكل صغيرة لا تذكر على الشاشة. رح أنتقل معك للفكرة اللي حاولتوا توصلوها من خلال الأوبريت واختيار الفنانين. يعني كان اختيار ربما مفاجئ شوي، لكن بنفس الوقت وصل رسالة. فممكن نحكي عن الفكرة اللي أنتوا حبيتوا توصلوها، وكيف تم اختيار الفنانين لتقديمها بهاي الصورة؟ أنا بداية كانت الحقيقة الفكرة انطلقت من 3 قصائد للشاعر الدكتور محمد عبد الله، والحقيقة قصائد حلوين كتير. أنا أول ما قريتهم يعني حبيتهم. قصيدة عن العلم، وقصيدة عن الشهيد، وقصيدة عن الفجيرة. هلأ اخترت مع الأستاذ وليد الهشيم الأبيات، هي كانت قصائد طويلة جدا، اخترنا نحن أبيات يناسبوا الأغنية. يجب يعني وما لازم تكون الأغنية أكثر من 4 دقائق مشان نمسك الإيقاع كذا، وحتى بالعلاقة مع الفرقة الاستعراضية. بعد ما اخترنا الأبيات، أبيات الشعر ومن كل قصيدة، واتفقت مع وليد على أنه مين ممكن يغني العلم، ومين ممكن يغني قصيدة الشهيد، وممكن يغني قصيدة الفجيرة. اخترنا حسين الجسمي بصوته الرائع. أنا من الناس المعجبين حقيقة، أنا معجب بحسين الجسمي وبلطف بوشناق وبأنغام يلي تم اختيارهم لهي القصائد، يلي أنه بتحسي كل واحد حقيقة قدم الأغنية بروحه. صح. تماما يعني. وأنا بشوف يعني ما بدي أقول إنه يعني هو شيء يعني شيء جديد بالنسبة له، لا، بس أنا برأيي هو ممكن أضاف شيء حلو إنساني لمسيرته الفنية الكبيرة الحقيقة.
تعاملنا مع بعض بحب وكانوا متعاونين جدا جدا جدا. بالنسبة لي يعني كمخرج احيانا بعاني انا مع نجوم الغناء شوي بالبروفات وكذا، هون ما كان في ابدا، كانوا بمنتهى الذوق والاخلاق بالبروفات وبالتعامل فتم اختيار حسين الجسمي وبوشناق وانغام مع لهي القصائد. وإذا بدك صار التسجيل عن بعد. كل حدا ببلده سجل تماماً. يعني عملنا جايد بالموسيقى وتم إرسال الجايد للأستاذ حسين جسمي لدبي، سجلوا بالاستديو تبعه وبعدين بعته للأستاذ وليد، الأستاذ وليد بالأردن، الأستاذ حسين بدبي. فضلت في بوشناق بتونس، سجل كمان بالاستديو تبعه بتونس. أنغام بمصر سجلت بالاستديو بمصر ويبعثوا لنا على الأردن. هذا تجسيد لفجيرة تجمعنا. تماما. برافو عليكي، برافو عليكي. هذا بدأ الحقيقة هيك، وبعدين أخذنا كل اللي وتم تسجيل الموسيقى الأوركسترالية الكبيرة اللي تعدت يعني 30 كمانجا وتعدت. الأوركسترا بعد سجلت؟ الأوركسترا سجلت باسطنبول. لأنه في فرقة أوركسترالية كبيرة جدا، هي كلها سجلت كمان. راح الأستاذ وليد لهنيك سجل هنيك وبعدين إجا على الأردن، وكل ما يعمل مقطوعة يبعث لي ونسمع ونعدل ونقيم لقدرنا نعمل هي التوليفة. الهوية الموسيقية خلينا نقول كلياتها اللي طلعت بهذا الشكل يلي أنا برأيي قاربت العالمية إذا ما كانت عالمية. لا هي إن شاء الله بتكون عالمية، ونحن شفنا يعني فعلياً حفل ضخم ونال رضا لكل مين حضر. يعني نحن عم نحكي عن النقاد اللي شافوا العرض وأيضاً من الناس اللي قاعدين اللي حضروا، فكان في رضا كتير كبير وإبداع كتير كبير وقارب العالمية كما ذكرت. والأبرز والأهم من النقطة اللي حكيت فيها، رغم كل هذا التشتت بالعالم لإيصال مادة نحن حضرناها خلال ساعة ونصف فقط، كان فيها قدر كبير من الحب. وحسينا كل فنان تبع حسينا كل فنان كأنه كيف بدي أوصل لك، حسينا في هذا الانسجام وكأنهم اشتغلوا مع بعض وكأنهم كانوا باستديو واحد. الحقيقة في حالة تبني من الكل. تمام. هي حالة التبني هي اللي وصلتنا لهون، وفعلا كأنه باستديو واحد. كأنه باستديو واحد يعني. تمام. نحن انزهلنا لما عم نعرف هاي التفاصيل، ولا ممكن نتخيل إلا أنهم باستديو واحد سجلوا الأوبريت. ويعني ما شاء الله عنكم، يعطيكم ألف عافية يا رب. يعني مثل هذه خلينا نقول التشتت أو هذه التجمعات دائما تحرز إبداع مختلف، يعني مثل ما قلتي بعد بتول أيضا هذا الشيء بيرجع للإخراج. يعني الإخراج له دور كبير، القائمين على العمل دائما نحن نعتبر المخرج هو ليدر أي عمل، هو القائد اللي ممكن إنه يسير العمل، وممكن إنه مثل ما قلت الجايد وإنك تجمع خلينا نقول التسجيلات الصوتية للفنانين وتجمع بعد مع الفرقة من بلد لبلد كل حد في مكان. هاي الصعوبات بحد ذاتها بال 25 يوم أقول اللي خبرتني عن 25 طبعاً يوم. طبعاً نحن فينا نضيف لهذا الشيء اللي عم نحكيه، إنه مثلاً أنا صار عندي السنة شوي إشكال مع الفرقة الاستعراضية، إنه كان في عدد بده يجي من بيروت بعد غير اللي موجود بدبي، فاضطرينا نعمل نفتح كاميرا بالوير هاوس اللي عم نتدرب عليه في بدبي مع الفرقة، كاميرا لبيروت، وكان التدريب أونلاين مع الأشخاص اللي في بيروت. بعدين إجوا لهون وأطلعت التأشيرات، إجوا كملوا مع الفرقة. هلأ هي لازم أقولها لأنه لأول مرة أنا بعملها، يعني بعمل تدريب أونلاين. هي من شغلة. شغلة تانية، كل الأزياء اللي قدمت في هذا الحفل هي معمولة كاملة لهذا الحفل فقط، فصلت يعني صممت وفصلت خصيصا لهذا الحفل بتصميم ظلال الجاني اللي هي بالأساس مصممة عظيمة وإلى تاريخ يعني بهي الأعمال حقيقة. وعلاقتي أنا مع فرقة سيما علاقة قديمة، الكوريوغراف على أكريميدي اللي أنا حقيقة هاي الفرقة يعني خليني أقول لك من 2009 نحن بنشتغل مع بعض، يعني في تفاهم كمان وفي حب كبير وتوافق كبير، لأنه في كل عمل يعني حبيت بس أقول علي القصة، بكل عمل نحن منقدم اللوحات جديدة. يعني أنا ما ممكن كرر شيء عملته سابقا، يعني ممكن غيري يكرر يعمل، أنا لا،
هي المناسبة إلى هاي لوحاتها، هاي اللوحات لازم تصير لهي المناسبة، هاي المناسبة إلى أزياء، هاي الأزياء لهي المناسبة، ما بيتكرروا بمكان ثاني. الجميل إنه استخدمتوا الزي الإماراتي في هذه اللوحات. طبعاً عمل، هو عمل بالأساس كان إدخال الزي الإماراتي بهذا النوع من اللوحات. بدي أحكي عن شكراً حمد، أغنية شكراً حمد والهاشتاج، الهاشتاج اللي أطلق بعد هذا الأوبريت اللي هو اللي كان نهاية الأوبريت، نهاية الأوبريت إنه كان في يعني عبارة شكراً حمد أيضاً كانت بتنم عن الحميمية اللي أنت قلتها وعن صاحب السمو، حب فريق العمل، أو خلينا نقول الفكرة اللي فجيرة تجمعنا لصاحب السمو الشيخ حمد. فشو من أين جاء منطلق إنه بالأخير تقول شكراً حمد؟ الحقيقة اللي صار معنا نحن بهي الفترة القصيرة اللي كنا عم نتدرب عليها، وقت بلش يبين العمل خلال البروفات، حسينا أنه يعني هو العمل حقيقة مدعوم من سمو الشيخ حمد. أكيد. فإن حبينا نعمل له هالتحية اللي هي العلاقة بعمل وطني كبير، عمل وطني عالمي، حبينا نعمل هاي التحية، وهي إجت الحقيقة في الأيام الأخيرة وليست إلا تعبير حب بسيط عما قدم في هذا الافتتاح أو في هذا المهرجان ككل، لأنه حقيقة يعني مهرجان منوع في كثير من الأعمال المسرحية والموسيقية والفرق الاستعراضية وواوين. فهذا يعني أنا بشوف هذا أقل شيء ممكن يصير، بالاتفاق طبعا مع سمو الشيخ راشد وسعادة محمد سعيد ضنحاني ومحمد سيف الأفخم، يعني حبينا نعمل هاي التحية. رائع جدا. وبعد ما نسيتوا هاشتاج شكرا محمد بن زايد، يعني كان في متخلل بالحفل انه ذكرته، يعني خلينا نقول من خلال كله. الاعمال كل الشيوخ واثنيتوا على يعني جهودهم. نحن الحقيقه بدانا من عام زايد ببدايه الاحتفال، من عام زايد كونه عام 2018 هو عام زايد للخير، بدانا منه ومرينا بكل صحيح. المناسبات الوطنيه اللي مرت فيها الامارات العربيه المتحده من كلنا خليفه، شكرا محمد بن راشد، شكرا محمد بن زايد، كل هذا يعني حبينا نوجه لهم تحيه لما كونه العمل كثير وطني ومناسب بهي المناسبه. يعني اذا بهي المناسبه ما قدمنا هذا الشكر او اي تحيه ما في اي مناسبه او فرصه. بدنا نحكي عن الأعمال الجديدة للأستاذ ماهر بعد مهرجان الفجيرة للفنون، شو عم بتحضر لنا؟ والله أنا الحقيقة كنت عم بعمل إخراج مسلسل اسمه آخر محل ورد، يعني في يعني ممكن نكمل وممكن نوقف، في شوية هيك إشكالات عليه، بس يعني أنا مأنجز نص العمل تقريبا وبقيان هيك النص الثاني لنشوف وين، يعني في مشكله بمكان التصوير وكذا. هلا هذا من جهه، من جهه ثانيه نحن عملنا شركه جديده اسمها ناين ياردز، هي شركه ميديا وماركتينج، هي رح ايضا تقوم بانتاج بعض الاعمال الفنيه. هلا في خطه من هون من منتصف عام 2018 الى نهايته، في عنا خطه لانجاز او انتاج بعض الاعمال الفنيه. هلا هذا اللي بين ايدي هذا حاليا. هذا الحالي. انزين، اذا كان يعني حفل الافتتاح في هالضخامه وفي هالابداع، شو بيكون ان شاء الله حفل الختام؟ هلا حفل الختام حيكون حفل غنائي موسيقي، ما كتير حيكون في يعني فرجة بصرية، يعني ما نعملين فقرات فنية لحفل اختتام. أنا كنت بتمنى يعني كان ممكن نحن نعمل حفل اختتام له علاقة بملخص لأيام المهرجان، أي كان ممكن تكون هيك فكرة حلوة تعمل فيها لحفل ختام، ولكن حقيقة هو حفل ختام يعني ارتقوا اللجنة العليا بأنه يكون حفل غنائي موسيقي كبير يعني. يمكن بالشارقة كان في عندك كمان أوبريت للإسرائيل، الإسرائيل العربية السنة الماضية والسنة اللي قبل السنة اللي قبلها عملنا افتتاح للإسرائيل العربية، كان افتتاح حقيقة كمان هيك مدهش رغم بساطته، يعني كان مانو طويل، كان شيء 25 دقيقة فقط، بس كان الحقيقة مؤثر كمان وهيك إنساني. حكينا فيه عن الأسر العربية بشكل عام،
يعني ليس الأسرة الإماراتية فقط، الأسرة الإماراتية والأسرة المصرية والأسرة التونسية المغاربية بشكل عام والأسرة السورية وكل الأسر العراقية، كل الأسر اللي موجودة يعني بالوطن العربي، قدرنا نعمل هيك فوتو مونتاج لهدول الأسر وننهيها بأغنية حقيقة كمان كانت هيك كان مؤثر كثير، كان مؤثر كثير تمام. يعني لاحظت أنا من خلال الفترة الماضية بمسيرتي الفنية الأستاذ ماهر عم تتجه أكثر نحو الحفلات يعني أو الافتتاحات الضخمة، هل هذا الشيء هو سببه تحدي هذا هيك نوع من الاحتفالات؟ يعني هل بتحب هي مرحلة التحدي لتوصل وتشوف هذا الحفل الضخم عم يمشي قدامك بكل هذا النجاح والتأثير، أم هو مثل خلينا نقول مرحلة بحياتك بعد فيها عن الفن ومتجه نحو الحفلة؟ لا أبداً أبداً، أنا ما بعدت عن الفن، يعني أنا هذا النوع هو تحدي فينا نقول مقل، كان موجود حضرتك خاصة برمضان هو رمضان اللي كنت عم بخرج فيه المسلسل، بس رمضان اللي قبله كان عندي العراب والعراب والولاد من الخاصرة، يعني كل هدول الأعمال كان كل سنة في عندي عمل كتمثيل، وعملت عمل خليجي أيضا قبل سنتين. الحقيقة هذا النوع من الافتتاحات هو بيعمل لي متعة وبيعمل لي تحدي وبيعمل لي للسي في تبعي شيء مهم كتير لسبب كتير صغير. مخرجي هكذا نوع من الافتتاحات في الوطن العربي هم قلائل، صحيح. قلائل جدا أو يكاد يكون مو موجود، يعني لا الكثير اللي بيشتغلوا بهكذا نوع، والنمطية موجودة، والنمطية موجودة والأساليب اللي تقدم كثير عادية وتقليدية. أنا يعني أنا كل عمري بحب التحدي بالمهنة تبعنا، يعني حتى أنا وقت بدي اتطرق لإخراج مسرحية أو مسلسل دائما أفكر إنه أنا شو ممكن أتحدى فيه لهذا هي المسرحية أو هذا المسلسل. الافتتاحات الكبيرة هي 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 تحدي، وهي إنه أنت بالأخير العين عليك كتير كبيرة، مو بس من الوطن العربي، عن جد خارج الوطن العربي كمان. وأنا بالنسبة لي في كتير يعني ناس بينتظروا انه ماهر صليبي مثلا شو بده يعمل بهذا الافتتاح، لنشوف شو بده يقدم لنا. له متعه مختلفه جدا جدا لانه بتشوفيه في لانه ضخم لانه كثير كبير، يعني هلا النجاح بكل وين ما كان بكل اعمال فنيه يعني له متعته، هون في متعه خاصه لانه افتتاح كبير وضخم، لانه تشوف قاعد ردات الفعل امامك. يعني انا اجاني كثير مثلا واتسابات او تليفونات من كندا، من أمريكا، من أصدقاء، ناس كثير عايشين بأوروبا متابعين، يعني قدروا يتابعوا على الهواء شوي، وإجت رسائل حلوة كثير، يعني أنا بخجل أحكيها، بس هذا بيعمل لي دافع كبير. إذا بتسمحوا لي أحكي عن حادثة صغيرة صارت معي بدمشق. عملت أحد الافتتاحات تبع السينما، كان موجود بالافتتاح فرانكو نيرو وكلاوديا كاردينالي وكاترين دانوف، هالأسماء الكبيرة جدا جدا. وقمت بتحية، خليني أقول هي تحية أو فقرة فنية لفرانكو نيرو وكلاوديا كاردينالي على المسرح، يعني أخذت هيك مقطع لألهم من فيلم وجبت شاب وبنت من سوريا، لبستهم نفس الأواعي ونفس المكياج ونفس كل شيء. بدأت اللقطة مثلاً من الشاشة ونزلت على المسرح، لقوا حالهم على المسرح تحت وهم قاعدين بالصالة، بس شباب وقت كانوا شباب. وكملت المشهد على الستيج مع مخرج هاي الكاميرا وكذا ولوكيشن كامل، ومن ثم انطلقنا إلى لوحة راقصة بأزياء تبع الفيلم. كان متعته فرانكو نيرو وكلاوديا كاردينالي متعة خارقة، لدرجة أنه وأطلع فرانكو نيرو على المسرح عم يتكرم، قال لهم إذا بتسمحوا لي بدي أقول كلمة، وقف وراء البوديوم وقال أنا حضران الأوسكار مرتين، هاي الليلة هي الأحلى.
وهذا ملوز. موجود لايف وهو يعني ومنقدر والحمد لله يا ربي. انا مثلا هاي شهاده بالنسبه لي يعني بتسوى المال وبتسوى المدري شو بتسوى كل شيء. صحيح. هذا بيخلي هذا النوع مثلا بيعطيني دافع. ايوه انه استمر وقتي تبحث عن طريقه وتبهر بشكل تماما أكبر. تماما أكيد. تماما في شيء ثاني بعد ان كل شخص او كل حد عنده موهبه او خلينا نقول هي موهبه هذه الموهبه يقدر يراهن عليها بحرفيتها بمستواها عنده يراهن عليها بأن عندي أشياء أو مقومات ممكن تكون موجودة مش إنها مو موجودة عند الأشخاص الآخرين لكن صعب تكون موجودة بأي شخص آخر. يعني في أكيد نقاط أنت تعرفها في ذاتك أو في نفسك إنها هي موجودة عندك بحرفية عالية من الصعب أنها تكون موجودة عند الآخرين. خلنا شيء مو بغرور بناخذها نحن حتى الناس ما تفكر إن نحن ناخذ أسئلة بإجابات مختلفة لكن إن فعلياً شو يعني كل إنسان هو أدرى في نفسه. فشو الأشياء اللي أنت تشعر إنها هي كموهبة موجودة فيك لكن بطريقة مختلفة على مستوى عالي من الحرفية وهذه النقاط مو من السهولة أنها تكون موجودة عند الآخرين. هلا أول شيء معك قلتي إنه يعني شوي عم نحكي كتير أنا حسيت للحظة حسيت بشوية يعني زعلت من حالي حسيت اني عم بحكي عن حالي كثير. لا بالعكس ابدا بالعكس والله. الناجح يستحق يعني انا عاده فعلا هذا ثقه في النفس انا اعتبرها والله العظيم. انا يعني بوقت بعمل اي شيء هيك بحسه ناجح بعمل جهدي ما احكي بحب الاخرين يحكوا بحب الصحافه تحكي النقاد يحكوا فعلا بس حاسس هيك الجلسة يعني جلسة حميمية كأنه عم ندردش تماما وما في معنا حدا تماما كأنه عم ندردش بشكل عام. يعني أنا ما بدي أقول إنه شو في شيء بيمتاز عني عن الآخرين الحقيقة لا هي نقاط تكون يعني بالإنسان يشعر يعني بذاته أوكي تعتبرها نقطة قوة واختلاف تمام يعني الآخر. أنا حكيت عبرت شوي من البداية يعني حكيت عن الحب حكيت عن الإيقاع حكيت عن الثقافة. يعني أنا برأيي هدول العناصر الثلاثة اللي أنا بوقت بفوت على أي عمل بحطهم برأسي الحب حب الفريق والناس اللي عم تشتغل معي والإيقاع شلون الكل يمسك الإيقاع معي والثقافة. يعني أنا ما بقدر بشتغل مع ناس أميين ناس جهلة ناس ما بتفهم علي وقت بعطي ملاحظة أنا ما بتزبط معي هاي. لازم الناس اللي بدهم يشتغلوا معي يريحوني يكونوا بيفهموا مثقفين. لذلك أنا بشكل عام بلجأ للأكاديميين مو يعني أنا ما عم تقص من الناس اللي مو دارسة أو كذا لا بس دائما أنا بالنسبة لإلي الأكاديمي في عناصر في جمل تفاهم بيناتنا بكل هاي العناصر اللي بتكون هذا العرض. بجوز اختياري لهدول الناس تعاملي معهم هو اللي بيختلف عن الآخرين إنه أنا مثلا بقول لهم من أول يوم بنشتغل فيه لكل الناس اللي عم يشتغلوا معي بقول لهم ما في شيء ثابت نحن منضل عم نغير ليوم العرض. أنا بنفس يوم العرض بقدر أغير وأعمل بدليل هي هذا العام كثير من المشاهدين اللي حضروا البروفا مع الشيوخ ومع الأساتذة الكبار ومع المدراء الكبار شافوا البروفا إجوا على العرض شافوا شيء ما شافوا بالبروفات لآخر لحظة. أنا كمان يعني بخلصت البروفا رحت للخمسة الصبح وأنا عم بعمل بعض التعديلات اللي شفتها أنا بالبروفا. هن على فكرة لو ما غيرتها ما حدا منتبه بس أنا بالنسبة لي ما تزبط يعني لازم غير لازم يعني لآخر لحظة نعم. فيمكن هذا هو الشيء شوي اللي بجوز بيميزني عن الآخرين. أنا نستغل وجود معنا الأستاذ ماهر أكيد ونحكي عن الدراما نحكي عن الدراما العربية الدراما السورية واقع الدراما اليوم كيف شايفه أستاذ ماهر؟ يعني خاصة أنه في بالفترة الأخيرة صار في تفاوت بتقديم الدراما اللي فيها نخبوي اللي فيها بيقدم واقع مر اللي فيها راح على الكوميديا وبعد عن كل شيء. برأيك هذا التخبط بالدراما والتخبط بهذا الواقع أو ما بدي أقوله تخبط أنا هتركك أنت تقيم كيف واقع الدراما العربية اليوم؟ الحقيقة تنهيدة ألم هي والله تنهيدة يعني الحقيقة واقع الدراما العربية بشكل عام يعني أنا بحس أنه من الناس اللي بيشتغلوا
بهاي الدراما. محسن خليني أقول لك ما عم بصير في تجديد باستثناء بعض الأعمال صحيح الموجودة وليست متجددة يعني مستوى في في يعني هن أعمال قليلة جدا يلي عم بتحاول تعمل شيء جديد وتعمل شيء مختلف على مستوى الصورة وعلى مستوى الموضوع. الدراما التلفزيونية الموضوع فيها مهم جدا يعني السيناريو مهم، انت على السيناريو بتبني صحيح. العناصر الثانية. الحقيقة ما بعرف إذا هو قصة الـ ما عم نقدر نحن ناخذ راحتنا بالموضوع بسبب الرقابة، بسبب الوضع يلي هلا عايشينه، بسبب الحروب المنتشرة في الوطن العربي يلي حقيقة ما عم بتخلي الناس بشكل عام تكون مرتاحة. ممكن أمزجة الناس اختلفت أستاذ، يعني ممكن عم بيصير يعني هي دائما الدراما انعكاس للواقع وانعكاس للجمهور. يمكن أمزجة الناس اختلفت، يمكن ما أنا حابة تحضر شيء تقيل يوجع راسها، ممكن حابة تحضر فينا نسميه في بعض الأوقات ترفيه. للأسف أكثر من الترفيه بيوصل لأكثر يعني فينا نقول شوي استخفاف بالواقع. الشاشة التلفزيونية كونها بتدخل كل بيوت لازم هي تكون حريصة على أن تقدم هيك الفائدة والمتعة ومحتوى راقي. هلأ المحتوى الراقي والمتعة بجوز عم تجي ببعض الأعمال وكثرة البرامج التلفزيونية على المحطات الفضائية اللي صارت منتشرة أكثر بكثير من الأعمال الدرامية. فالأعمال الدرامية الحقيقة متراجعة كمان لأنه ما في دعم إنتاجي حقيقة، ما في إنتاج قوي صحيح، لأنه ما عم بصير توزيع. العمل الدرامي ما عم يتوزع، ما عم ينباع، المنتج عم بيكون خاسر، ممكن يخسر سنة تانية. طيب وبعدين هو في سوق، في سوق تماما واحد، وطالما ما عم يتسوق أنا برأيي هو هذا أهم عنصر صحيح. أو أهم سبب رئيسي لتراجع الدراما. زين شو متطلبات السوق؟ يعني إحنا اليوم نتكلم عن سوق الأعمال الفنية، خلينا نقول تنوع هذه الأعمال والثقافات. شو المطلوب الحين في سوق الأعمال الفنية والدرامية بشكل عام؟ دعم. بعيدا عن دعم من المحطات الفضائية أن تشتري هذه الأعمال التي تنتج. فالمحطات الفضائية بتعتمد على المسلسلات فقط خلال فترة شهر رمضان المبارك. هذا الشيء بيظلم أعمال على حساب أعمال بوقت الظهور بعدد المحطات والعرض. هذا الشيء كتير نادى فيه الإعلام ونادوا فيه الفنانين بأنه الأعمال المفروض أنها تتوزع على كل السنة وما يكون في موسم صحيح. فقط لعرض كل هاي الأعمال. وأنا مع هذا الكلام، وبتمنى أنا إذا كملت عملي ما ينعرض ضمن شهر رمضان، معلش نعرض خارج. بالضبط أنا هذا اللي قاعد أقوله. يعني بس بالنسبة للمنتج شهر رمضان هو الشهر اللي موسم واللي بيجي رقم كويس كسعر. يعني في قنوات الآن يعني ممكن تكون خلينا نقول مشفرة نحن نحصل عليها باشتراكات معينة بتعرض أعمال، يعني الأعمال اللي خلينا نقول لا تعرض على القنوات العربية. هذا أيضا رفع من أسهم خلينا نقول بيع وشراء الأعمال الفنية والأعمال الدرامية اليوم نحن نشوفها، لأنه بيصير عند المشاهد رغبة بأن يتابع مثل هذا العمل، أو بيصير عنده رغبة أنه يعرف القصة. أيضا السوشيال ميديا، يعني السوشيال ميديا اليوم هي كفيلة بأنها تنشر أي عمل درامي أو فني أو أنها تساعد في نهضته وانتشاره. تجارب ولو أنها بسيطة أو منفردة، الأعمال تنزل يوتيوب. هلأ بالنسبة لليوتيوب أنت فقط يوتيوب. هلأ صار ونصير ندور على يوتيوب. صار تجربة السنة تجربة سورية ما بعرف قديش ممكن تكون ناجحة أو التجربة السورية اللبنانية. الحقيقة هي مسلسل قصير، يعني خليني أقول مسلسل قصير فيلم طويل لهذا العمل اللي حقق مشاهدة جيدة ولكن ليست ممتازة. يعني حقق مشاهدة جيدة بمعنى ما بيقدر، لأنه اليوتيوب هو أنت إذا بدك تعرضي عليه لازم تحقق مشاهدة كبيرة جدا ليعمل لك تعويض مالي، ليعمل لك تعويض مالي للشيء اللي أنت دفعتيه للإنتاج. فيلي صار بهي التجربة أنه عملت مشاهدة جيدة بس ما حققت المردود، مردود التكلفة أو المردود. فاليوتيوب إذا ما كان
يعني ما فينا نحن نقارن ابدا أكيد. بالاعمال الكبيره مثل جيم اوف ثرونز او هي الاعمال اللي بتعتمد على اليوتيوب اللي مشاهدتها بتوصل للمليار. خليني اقول الاعمال العربيه لازم تصير، لازم ندعمها، حتى اليوتيوب لازم يدعم هي الاعمال ليصير فيها مشاهده. انا برايي بدها شويه وقت أكيد. بدها شويه وقت مثل اي شيء جديد ممكن ياخذ وقت، بدها وقت وبدها جرأه بالنص وبدها جرأه بالاخراج وبدها دعم من المنتجين انه يدفعوا لهي الاعمال اللي بدها تعرض على اليوتيوب. ممكن تحقق المردود ولكن متاخر شوي، بس بتصير. يعني حتى في كثير بعد من الاعمال التي تعرض على يعني كثير من القنوات العربيه حتى ما ممكن ما تحصل مشاهدات عاليه. يعني هو بالاخر نحن خلينا نقول بامانه بيعتمد على محتوى الكونسبت العمل اليوم والفكره اللي انت تكلمت عنها. في شيء برجع بس نتكلم عنه، اللي انت قلت في كثير من النقاط والعناصر اللي تركز عليها في اي عمل تقدم عليه اليوم. بعد الرؤيه الاخراجيه كفيله بانها هي تبرمج هذه النقاط او تبرمج هذه خلينا نقول الدواعم لاي عمل اليوم بانه يكون عمل ناجح. يعني ان نحن اليوم يوم نعتمد على الثقافه، كثير من الاعمال التي قدمت فكر ومحتوى لكن كانت الرؤيه الاخراجيه فاشله، هذا ما نختلف عليه. وكثير من الاعمال التي لا تحمل محتوى لكن كان العكس، ان الرؤيه الاخراجيه ناجحه، واحيانا يكون العنصرين لا يحملان اي معنى. فنتحدث في هذا الجانب، يعني اليوم وين اتجهت، يعني نحن تكلمنا عن اتجاه الاعمال الدراميه والفنيه، اين اتجه الاخراج ايضا؟ له دور كبير في انه يقود العمل ويبرزه باجمل صوره. يعني انا برايي اي عمل هو الاخراج الاساسي اللي فيه، هو يا بيطلع يا بيطلع لفوق يا بنزله لتحت. صح. وحكينا، يعني انا برايي هو نحن يعني درنا بهذا القالب وحكينا كثير بقصه الاخراج للاعمال الفنيه. يعني الحقيقه اي عمل انت بدك، يعني المخرج اللي بده يقوم فيه ويعمله، انا بتصوري هو لازم يروح لعنده. يعني انا وقت بكون في عندي نص تلفزيوني او نص مسرحي، بقرا النص، ما بصير انا هذا النص جيبه لعندي. يعني انا يكون كمخرج عندي اسلوب واحد بشتغل فيه كل الاعمال، كان على مستوى التلفزيون او على مستوى المسرح. لازم يكون عندك اسلوب واحد ولا تكون متنوع بالاساليب؟ لازم يكون متنوع. مو قصة متنوع بالاساليب، يعني انا وقت بدي اعمل مسلسل تاريخي ما بصير اعمله مثل المودرن. صحيح. ما بصير اعمله أكيد. مثل التراثي اكيد يختلف. ف يعني ال 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 الهويه البصريه بتختلف بين هذا وهذا. هلا في بعض المخرجين بيعملوا كل الاعمال مثل بعضها، لذلك انت بتطلي احيانا على عمل بدون ما تعرفي مين المخرج، بتقولي هذا فلان. صحيح. حركه الكاميرا. صحيح. والميزانسين واللون تبع المسلسل، بتعرفي انه هذا فلان. والمشاهد استاذ زكي صار بهي الفتره، يعني عليكي زكي بيعرف هذا العمل على عجل، تمام، هذا العمل بعدسه فلان، تمام، هذا العمل. صح. المشاهد زكي، وهذا الشيء بيحملكم كثير مسؤوليه كبيره. تمام. انا اللي بدي اقوله، انا حقيقه انا من الناس، انا اللي بشتغل بالاخراج، يعني انا بروح لعند النص، بروح لعند السيناريو، بس الروح بتضل فيه. يعني ما في مسرحية أنا عملتها مثل الثانية، كل المسرحيات اللي أخرجتها، كل مسرحية بتجي بتشوفي أسلوبها مختلف، رحت على النص، بس روح ماهر الصليبي بتلاقيها بقلب العمل. أكيد. يعني 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 هو يعني هذا، يعني خليني أقول لك هذا الوعي. يعني نحن درس، يعني استعرناه ودرسناه بالمعهد تبعنا، وبتشوفي عند المخرجين الكبار اللي هن أنت ممكن يكونوا قدوة لإلك، بتشوفي إنه مثلاً ستاركوفسكي مثلاً بيعمل فيلم، بتشوفي الفيلم بتعرفي بتحسي بروحه. المخرجين الكبار كلياتهم سكورسيزي ولا بتشوفي كل فيلم، يعني في العناصر الأدوات مختلفة، بس بتحسي إنه هذا روح المخرج موجودة فيه. يعني هي إذا تحققت هي يمكن يكون جوابي صح على سؤالك. أكيد. إذا دائماً لما نكون نحن قاعدين مع فنان، وخاصة إذا كان فنان شامل ما بين التمثيل والإخراج. لا ما بحب كلمة شامل، الله يرضى عليك، ما بحبها أبدا. لأنه بتروح والله أنه فنان بيغني وبيعد. لا مو هيك. خلينا نقول الفنان اللي هي تشمل الإبداع بمختلف جوانبه. الحديث بطول،
قعدناك تحت الشمس كتير وعطيناك فيتامين دال تمام. بس أكيد كنا سعيدين بوجودك معنا وبحضورك معنا، وأكيد فخورين باللي قدمته بحفل الافتتاح وبكل ما قدمته بمسيرتك المهنية، وأكيد ناطرين منك الجديد. شكرا لك ماهر. يا رب، وشكرا لكم، وإن شاء الله يا رب دائما الفجيرة تجمعنا. آمين. دائما بمحبة وعلى المحبة نلتقي دائما إن شاء الله. شكرا، شكرا لك ماهر. مشاهدينا أكيد مكملين تغطيتنا المباشرة، لكن هلأ خلونا نروح لهذا الفاصل وأكيد راجعين. مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم من جديد بتغطيتنا المباشره. امبارح مثل ما حكينا اليوم كان في حفل كبير للفنان الاماراتي حميد العبدولي طبعا ورفقته الفرقه الفلبينيه. كاميرا الفجيره كانت موجوده بالحفل ورصدت لنا التقرير التالي، خلينا نشوفه سوا. حاليا جهزت والاوضاع الطقس متقلب شويه، يعني في توتر كثير، شويه مطر شويه وقف شويه نسكر الالات، فما اعرف حسيت ان الاخر لحظه يمكن ما راح اغني اليوم، بس ان شاء الله ان شاء الله اكيد عشان خاطر الجمهور اللي جايني اليوم اكيد راح اغني له ان شاء الله، ان شاء الله ينبسط معانا، بس خليت تهدى الاجواء. الحين بصعد على المسرح، حضر أغاني كثيرة شعبية وأغاني سعودية خليجية، راح أبتدي بأغنية سيدي يا سيدي ساداتي، وراح أنهي بالله يا دار زايد رحمة الله عليه، طبعا ما دام إحنا في عام زايد، وإن شاء الله كلها ثواني إن شاء الله دقائق وأطلع على المسرح. كثير صراحة يعني مرتبك، بس إن شاء الله كله خير. أنا بشوفة الجمهور، بشوفة أهلي وأصحابي كلهم جايين، هذا يكفي لي إن شاء الله، يعطيني دافع قوي إن شاء الله نطلع بصورة حلوة. اهلا وسهلا فيكم جيد. طبعا مثل ما كنا عم نتابع شفنا لقطات من حفل الفنان حميد العبدولي. مشاهدينا المهرجان الفجيره للفنون الدولي الثاني مرافقوا فعاليات اخرى ببيت الفن، بالفن، بالمسرح، بالتراث، واليوم بدنا نحكي عن الفعاليات اللي موجوده بالقريه التراثيه، واكيد بسرنا وان نرحب بالاستاذ خميس عبد الله الخديم رئيس لجنة الفنون بجمعية الثقافة والفنون. أهلا وسهلا فيك أستاذ. يا مرحبا سا. والله هاي الفعاليات مستمرة عبارة معانا كل وقت عبارة، وهو مهرجان فعالية رزيف
أو دان أو سحبة أو غير ذلك موجود هنا في القرية. وقت في فعاليات عبارة لجنة أو تكون اللجنة النسائية وما اللجنة النسائية وكل الناس متواجدين في هذا المكان. نعم. يوم يكون مهرجان من الدراما التمثيل داخل والمهرجانات الخارجية تكون هنا في القرية. هون بهذا المكان اللي نحن موجودين فيه مساءً كله بيتحول لورشة كبيرة. أيوة. بتضم كل فعاليات التراث الإماراتي اللي موجودة هون. لو نحكي شوي عن الفعاليات، شو اللي بتقدمه غير الرزيف؟ أنواع الأكل؟ أنواع الأكل متواجدة من كل أنواع، الخبز، القيمات، القرصات المحلة، الهريس، الخبيص، البلاليط، الساقو، جميع المأكولات اللي هي متكونة من أول البار من الزمن السابق تكون موجودة وقت الفعاليات. نعم. زين، عندش عبارة هذا النسوان الحاجات اللي عارضينها أغلبها حاجات ثوراتية مع الأول. تمام. مثل عندش عبارة الأدوية، مثل عندش الحاجات هذه مال البيع والشراء، مثل عندش هناك مع النسوان الرحى هذه اللي تطحن الحنطة اللي تخدم التلي اللي يركب على الشو على البادلة مال النساء مال الريل على الثوب، كله حاجات تراثية مال أول. صحيح. يوم تشوف فعاليات هنا أغلبها حاجات تراثية في القرية. زين، يدخل يمكن يدخل عليها شيء من شيء من الجيل الجديد، لكن اغلب الحاجات من التراث القديم الاماراتي القديم الاماراتيه القديمه. هنا القريه بما تشوفي هذا كرين، هذاك عريش، هذاك مخزن، هذا عباره مظله يعني سبله مفتوحه، عريش مفتوح، هذه يازره، هذا اشياء يعني مشان الطبخ تراثي عباره كله على الضوء على الحاجات التراثيه. طيب خليني بس عم اشرح للسادة المشاهدين اللي عم يحضرونا هلا واللي فاتوا امبارح يحضر زميلة ليالي كانت متواجدة هون مساء وقدمت لنا نقل مباشر عن كل الفعاليات. العم عم يحكي عن تقسيمة هذا المكان، ما بعرف اذا الكاميرا عم تاخذها، تقسيمات الدكان القديم، المعرض التراثي، العريش مثل ما عم يحكي اليازرة اللي بيصير فيها مثل ما تري الطبخ الإماراتي القديم، في عنا أيضا المقهى الشعبي اللي موجود هناك. بتقدموا حتى بالمقهى الشعبي بهالأماكن المشروبات القديمة الإماراتية اللي هي الكرك وغيرها، من الكرك والشاي والقهوة والحاجات هذه تكون متواجدة وكل شيء موجود. واحنا عباره وقت الفعاليات نكون شغالين. انا بالجمعيه هذه تقريبا من 20 سنه، كل ما تبدل اداره اقول لهم انا تعبان واريد استقيل. بس ما زالوا ما شاء الله. قالوا لا انت عباره مثل ابونا ولازم تتم. احنا اللي رسمنا الحاجات هذه الكرين مثل العريش، مثل الخيمه، مثل الحاميه. نعم، هذا كله اشتغلتوه حضراتكم. ايه نعم. يدويا اشتغلوا يدويا. الا الحاجه اللي تستاهل عباره نجار نجيبه يقول لي سوى لنا 1 2 3 4، يعني النجار انت بتشلي خشبه لكن ما يعرف كيف يسويها. انت عندك فكره من الحاجه مثل الباب هذا ما بيعرف يسويها النمونه. زين، لكن انت عندك فكره بتشرح لي بتقول لي ابغى 1 2 3 4 هو بيسوي لك. هذا الباب هو هيك اللي هو الباب الموجود خلفي هو المفروض يكون بهي الصوره فقط. ايوه بهذه الطريقه. أيوة. بهذا الشكل بهذه الصوره. حتى المقاسات. ايه المقاسات هي المقاسات في كبير وفي صغير. تمام. ما انا على موجب المسافه على موجب المحل، لكن الكرين هذا مثلا عباره الباب ماله اما يدخل الانسان الدريشه شويه مال الهواء. الكرين شو بيعملوا فيه عم؟ الكرين عباره هو سكنه سكن 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 مال الشتاء. تمام. يوم يطيح المطر ما ينزل المطر داخل. شو اللي بيكون مسؤول فوقه؟ شو هي الطريقه اللي بينعمل فيها الكرين لحتى ما ينزل المطر؟ هذا الحين احنا محطين عليه دعون من 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 دعو من 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 خوص النخل.
منخوص النخل. أول نحط دعنين تحت ونشري عليهم كامل. طبعا. بعدين يبنى الحاف لين الزور هذا عن يخرق المي الحاف هذا. لحفنا عليه بعدين يبنى دعن ثاني وحطيناه مع بعض. خلاص الحين المي يشكل مايل. المي يومي ينسل كذا. يعني قديما كانوا يستخدموا هاي الطريقة لا يحموا نفسهم من يحموا البرد نفسهم. بالشتاء بيتهم عبارة هم ساكنين فيه هم نايمين فيه وعندهم مقول يعني هناك في داخل في زوية فيها مكان عبارة بيقول يحطوا الحطب هذا اللي يبر فيه الضوء عن يومي المطر فيهم التمر في جحلة مال ماي مال الغسل بالليل يعني هذا بيت قديم. نعم. عندك يعني عندش يعني هذا العريش الصغير معناته يمكن مسويينه مطبخ يمكن مسويينه عريش يعني يوميهم ضيف يوميهم شيء هذا هيدا بيكون العريش مرافق لأي منزل إماراتي. أيوة. يعني كل منزل بيكون فيه منفصل. أيوة. العريش اللي هو ممكن كغرفة إضافية. أيوة غرفة إضافية يك ضيف يك شيء ما بتحطي هذا بتحطي سبلة زي هذا مفتوحة اللي هون سبلة مفتوحة مفتوحة يعني يجيك ضيف تجلسه تحت السبلة هذه ماشي مكيف ماشي كهرباء أيام زمان ما في ما في هالدلال دلع ما في هالدلع هذا الفنر هذا على الـ على الـ يشتغل بالفتيلة وعلى الـ وعلى الـ على الغاز على الغاز بس. وكيف كان اللي يرتبوا الجو يعني وقت اللي يكون في شوب حر بالصيف كيف كانوا أهل قديماً يبردوا المناطق مثل البيت القديم كيف كانوا ممكن يبردوا؟ الحين هذا للشتاء. تمام. مثلاً هذا للقيض أو هذاك الثاني هذاك اللي هناك. أها. هذا للقيض. للقيض. يعني ما يكون يضربوا ما يحطوا يضربوا منه يخلوا. يبقى مفتوح. أيوة زور مفتوح زي هذا عشان يجيهم الهواء. زين مثل ما أنت عندش الدفتر هذا في مراوح نسميها مراوح تهفف على عمرك بهاي ايوه عشان يجيك الهواء لين يجيك النوم وطحت من التعب طحت ما تحس بالسوء ما تحس يسوي زين هذه الشغله الاوليين مساكين عاشوا على هذه الشغله راعي النخل هاي شغلته يزرع على السور يطلع ماي يروي هذا بير صح عم هذا بير موجود عندنا بير هذا بير عباره محطينه احنا كرمزي يعني ما واصل للقاع مطلعين منه ماي نصب فيه ماي لكن مخلينه كرمزي يعني للشرح للصغاريه كان كل بيت يكون عنده بير او في بير مشترك ما للمنطقه ما كل بيت عنده بير البيار بالنخيل بالمزارع البيار عباره في مسيد لازم قدامه بير صغير علشان اليدود علشان هذه الحاجات وفي البيوت الكبار مال الحكومه ومال هذا في عندهم بير في عندهم بير داخل لكن هاي صغاريه لا المقاس بس صغير لانهم صحيح. كيف هذا الدعن مشكله زفانته وشغلته هنا ما في مربع مثل الاول اول من النخله كل شيء من النخله الحبل من النخلة القلادة الحبل من النخلة السعف من النخلة اليدع هذا اللي نحط عليه من النخلة الحين اللي عنده فلوس يسوي عبارة هالنمونة كرين من طين هذا الكرين من طين اللي ما بيكون عنده فلوس كيف بيشتغله اللي ما عنده فلوس يسوي من نفس الدعان البيوت القديمة أنا بتذكر شفتها كلها تكون من نفس الدعان صحيح. من نفس الدعان هذا مال السعف هذا من قدام من هنا من حد الباب وكذا نرضف تنينه نخلي صحيح. الخوص داخل صحيح. والزور يطلع من برا ومن داخل وهذا الطين لازم يتجدد سنويا صح ايوه يتجدد الحين كل حاجه انت كم ما جددتها بتطيح عليك توبك الى ما غسلته بيتوسخ تمام ولكنهم عاشوا يعني عاشوا واقتنعوا الحين بنقول هذا من هنا كذا هذا بيت مال واحد هذا بيت مال واحد كانت الجلسات تصير بالخارج أيوة. عم جلسات العيلة تجتمع بالخارج أيوة. مثل ما شايفينهم تجتمع بالخارج وقت القيض يسووا صيام مثل هذا اللي منامة يحطوا سامانهم تحت والحاجات والنوم فوق لأنه كيف عن دوب عن غير ذلك ويجيهم الهواء شوية
لأنه الهواء طبيعي أول، ما في كهرباء، ما في سيارة، ما في حرارة مكيف، ما في حرارة أي شيء، يجيك الهواء طبيعي. صحيح. وانت جسمك متعلم على الاشياء. صحيح، مو مثل الجيل هذا. لانه عندك حركه على طول النهار، عندك حركه. اكيد. راعي البحر يشتغل في البحر في حركه. صحيح. راعي المزرعه يشتغل في المزرعه في حركه. يعني متعودين على الاشياء، متعودين على المشي، متعودين. هي اشياء جميله وتراث جميل. لكن نحن بدي لو سمحت نطلع بريك بسيط وبنرجع بنتابع معك هذا اللقاء المميز عن قريه التراث. الله يخليك. نرجع نطلع بريك وبنرجع. الله يخليك. ورجعنا مشاهدينا. اكيد انا بدي اشكر الاستاذ خميس عبد الله الخديم رئيس لجنه الفنون بجمعيه الثقافه والفنون على هالتجربه الكثير حلوه اللي دلنا عليها ورجعنا بايام زمان كيف كانوا يعيشوا وكيف كانوا يقضوا اوقاتهم. واكيد قريه التراث اللي احنا موجودين فيها من الساعه 5 تقريبا فعالياتها بتبدا، بتجوا بتشوفوا هون كل الاشياء التراثيه اللي حكينا عنها، الاكل الطيب وايضا الحرف اليدويه، بدعوكم انكم تشوفوها. هيك احنا بنكون خلصنا تغطيتنا لهذا اليوم. اكيد ان شاء الله لقائنا بيتجدد بكره، ونشوفكم على خير. باي.